اهلا بيك. اهلا. والله هو شيء جميل ان الواحد يكرم، يعني بيحس ان هو كان ماشي صح، وان السنين الطويله اللي اخدها في هذه المهنه والافلام اللي عملها كانت ماشيه على الطريق الصحيح، وان يعني في مسيره السينما المصريه ككل جزء منها احنا كنا ماشيين صح، حاولنا نقدم حاجات مفيده للناس ممتعه للناس في نفس الوقت، والتكريم كان من مهرجان كام او من مهرجان القاهره اسكندريه الجمعيات المختلفه، ده بيقول ان احنا يعني مشينا في سكه صح، وانه في الاخر في مردود كويس ان بنتكرم يعني ان احنا عملنا شيء، فعشان كده بنكرر. هل هيسلط الضوء على الاهتمام بالافلام القصيره والتسجيل الفتره اللي جايه؟ والله هو شيء كويس قوي، لانه الافلام القصيره دي مظلومه ومهضومه الحق ومحدش بيشعر بيها، فان هو الحقيقه يركز على الافلام القصيره ده شيء كويس، ودايما الافلام الطويله هي اللي واخده الحظ الاكبر، الافلام القصيره الحقيقه ملهاش نصيب، فانا بعتقد ان ده شيء كويس ان هم يركزوا على هذه الافلام وعلى صناع هذه الافلام، والسينما الافلام التسجيليه افلام مهمه جدا في السينما وعنصر هام، ولانها بتعرض قضايا ومواضيع مهمة ترتبط بالمجتمع بشكل مباشر، فتواجد مهرجانات ليها بيشجع صناع هذه السينما ان هم يستمروا في هذا المجال. ايه سر غياب حضرتك عن السينما طوال الفترة؟ لان ما فيش سينما، يعني الافلام اللي احنا بنشوفها دلوقتي اشبه افلام لكنها مش افلام، فعشان كده انا غايب. لما تبقى في سينما بجد هتلاقيني موجود، وهتلاقي كثيرين من جيلي موجودين. ايه المعايير اللي تخلي اسم زي علي عبد الخالق يرجع للسينما تاني؟ ان تبقى في سينما حقيقيه، يبقى في فيلم بجد، في موضوع، في تمثيل، في صوره، في مضمون بيوصل للناس، في كلمه بتتقال، دي هي المعايير، معايير الافلام اللي بجد يعني. ازاي نواجه الاسفاف في السينما دلوقتي؟ والله بقى ده دور يعني مجتمعي، ودور برضو وزارة الثقافة لابد أن يكون لها فيه دخل، وإن هي لازم توجه الحركة بشكل صحيح، مش بقول إن هي تفرض ولا تحط قيود، ولكنها لازم تضرب المثل، مش لازم تنتج، لكن لها ممكن تبقى برعاية معينة للأفلام وللأفلام الجادة، أعتقد ده ممكن يرجع الافلام للشكل المفروض تبقى فيها افلام، يعني مش اشباه افلام.